مشاهدينا الكرام، كما تشاهدون هدف كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة من مباراة المجر والبرتغال في يورو 2020. هنا كريستيانو رونالدو الذي حاول أن يسجل الأهداف من بداية المباراة، لكن تقدم البرتغال بهدف لصفر، وبعدها بدقيقتين جاءت ضربة جزاء، وهنا كريستيانو رونالدو يسجل، وبهذه الطريقة كريستيانو رونالدو يحتفل بهدفه الأول. كريستيانو رونالدو لم ينتظر كثيرا، وبعدها بثلاث دقائق يعود ويسجل الهدف الثالث للبرتغال. اللاعب الذي انتظر الشوط الأول والشوط الثاني لم يسجل، لكنه في الأنفاس الأخيرة وفي الوقت بدل الضائع سجل كريستيانو الهدف الثالث للبرتغال، لتفوز البرتغال في هذه المباراة ب3-0 على المنتخب المجري أمام جماهيره الكبيرة التي حضرت لمساندة المنتخب المجري في هذه المباراة. مبروك للبرتغال وكريستيانو رونالدو. كان معكم ماجد مجد، شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.